يوم بعد آخر تتضاعف آباء الحياة على المواطن اليمني مع حالة الانهيار الاقتصادي التي تعيشها البلاد جراء الحرب. هنا في محافظة شبوة لا يختلف الوضع كثيرا عن غيرها من المحافظات الأخرى، فالمواطن هو الضحية في كل الأحوال ومختلف المراحل، لكنها في الحرب أكثر من السلم. ومع استمرار تهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة وما رافقهم ارتفاعا في أسعار السلع في السوق المحلية أيضا، يضاعف من المعاناة أكثر. كلها مرتبط بالعملة، عندما ترتفع العملة الأسعار ترتفع، عندما تنقص العملة. اليوم الصرف 75 و77 وبعضهم 74، كلها على العملة. على الرغم من الحركة النشطة التي تشهدها الأسواق في محافظة شبوة، إلا أن الدخل المحدود لأغلبية المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة يحول بينهم وبين توفير أدنى متطلبات الحياة الضرورية، لا سيما مع قدوم شهر رمضان. المعاناة طبعا في شبوة مثل بقية المحافظات لا توصف أبدا صراحة. الموظفين بعضهم لم يستلموا رواتبهم، لم تحول من صنعاء إلى الآن، فينبغي مراعاة هذه الأمور. هذه الأمور هامة جدا صراحة، نحن على مشارف الشهر الكريم الآن، والمعاناة لا توصف بصراحة. واقع صعب إذا انفرضت حرب ميليشيا الحوثي وحليف الرئيس المخلوع على المواطنين. فإلى جانب قلاء المعيشة وغياب الكثير من الخدمات، ما زال الكثير من الموظفين في معظم المرافق الحكومية ينتظرون مستحقاتهم التي أحرمتهم منها سلطة الميليشيا منذ شهور وسخرتها لصالح مجهودها الحربي. كل ذلك وغيره من الممارسات تسبب بإضعاف خزينة الدولة واستنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الصعبة. الانهيار المستمر للعملة المحلية وما تبعه من تداعيات أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين، ليس إلا عبئا آخرا يضاف إلى معاناتهم اليومية في زمن الميليشيا. إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس من محافظة شبوة.